لمزيد من التفاصيل حول الشأن الفلسطيني ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس المحتلة جمال عمر الخبير في شؤون القدس. أهلا بكم سيدي. حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. هل لديكم معلومات أوفى عن محافظ القدس عدنان غيث بعد اختطافه من قبل قوات الاحتلال؟ نعم هو بخير ويسلم على كل من يسأل عنه ولن يمس بأذى مطلقا، وهو محسوب في نهاية المطاف موظف رسمي فلسطيني، وبالتالي التنسيق يعني الفلسطيني الإسرائيلي الأمني سوف يعمل على إخلاء سبيله، وهي مسألة فقط تأجيل لإعلان الجواسيس في القدس. والحمد لله الذي جعل من السلطة الفلسطينية أناس سواء في الخان الأحمر أو في القدس يعتقلون، لأن هذا يعتبر اتجاه صحيح وصحو الضمير، والحمد لله اللي جعل الصهاينة الآن يعني يعودون مرة أخرى للوراء ويعتقلون السلطة الفلسطينية، وهذا شيء جميل جدا ورائع. نعم. حتى تفهم السلطة الفلسطينية بأن الاحتلال هو الاحتلال ولن يغير رأيه فيهم حتى لو نسقوا أمنيا معه، فهو عدو وسبق عدو. وردت أنباء عن تقديم عدنان غيث للمحاكمة، ما التهم الموجهة له؟ تهم زائفة لا قيمة لها، وهي عادة هذه لعبة الاستخبارات، يعني تحاول تضليل الرأي العام وتضليل الإعلام، لأن رجل يعني عنده مخالفات في الضفة الغربية وانتماء لتنظيم محظور ومساندة الخان الأحمر، وهذا إن كان قد حصل فهو شرف على جبين هذا الرجل، ونتمنى له السلامة والعودة ليخدم شعبه ولا يكون جزء من التنسيق الأمني. هذا شيء جميل جدا ورائع، وهو يعني الآن يجعل من محبين يعني غيث يعني يجعل منهم يعيدون التفكير مرة أخرى ويدركون أن هذا الاحتلال الذي احتضنتموه في صدوركم 25 عام ها هو يلتف عليكم كالأفعى ويبدأ بلدغكم. هذه هي الرسالة الأبرز في هذه المرحلة، وهي رسالة كان ينتظرها الشعب الفلسطيني. جمال، هل تؤكدون إذن ارتباط هذه الإجراءات الاعتقالات وهذه الانتهاكات المرتكبة في حق المقدسيين بالاعتصام الذي يجريه أهالي الخان الأحمر؟ كلا الأمرين صحيح، لكن الحدث الأبرز في حالة عدنان غيث هو حدث تسريب العقارات، وهو يعني كانت هذه من مخرجات أوسلو حماية المسربين، وهم كفار على الحال وهم قلة ونسبة وتناسبهم الأقل في شعوب العالم، وبالتالي كانوا يطرحون ويمرحون منذ ربع قرن نتيجة حمايتهم بمخرجات أوسلو اللعينة. ولهذا السبب عندما حاولت رجالات السلطة لأول مرة مساءلتهم ولو على استحياء، ها نحن نشاهد النتيجة مباشرة، اعتقالات لمشايخ ولمحافظ القدس ومخابرات القدس إلى آخره. نعم. وهذا شيء يعني باتجاه صحيح، لكن علينا أن ندرك أن الحدث الأبرز هو تسريب العقارات، ثم بالدرجة الثانية هو حدث الخان الأحمر الذي أجل تأجيلا، يعني مجرد تأجيل لعبين ما يجدوا لحتى يصلوا إلى النتيجة التي سيصلون فيها إلى حل لسكان الخان الأحمر في مكان بديل. هم سينكرون وسيغدرون وسيهدمون الخان الأحمر، هذا هو الذي نتوقعه. هل رصدتم أي ردود فعل فلسطينية على حادثة اختطاف عدنان غيث سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي؟ حتى اللحظة الردود رسمية على مستوى الإعلام الرسمي الفلسطيني والمتحدث الناطق باسم الرئاسة وأيضا باسم باعتباره يمثل الرئيس، يعني ثانيا باسم رئاسة الوزراء، وهؤلاء يعني هذه احتجاجات لا ترقى إلى مستوى الحدث، كان ولا زال وينتظر الشعب الفلسطيني الغاضب جدا والغاضب من التنسيق الأمني المقدس يعني ينتظر ردود بمستوى الحدث، وهذا الشيء الذي يعني يتمناه الشعب الفلسطيني، لأنه قد سئم ومل من كل هذه الاسطوانة المتروخة مجرد احتجاج صف الطائي هنا أو هناك. يعني لابد من حراك شعبي وحراك من الرئاسة وحراك من رئاسة الوزراء أعلى بكثير مما يحصل حاليا. نعم، نبقى في الانتهاكات، حيث دعا القائمون على كنائس القدس لوقف استهداف ممتلكات الكنائس. إلى أي مدى تظن أن هذه المناشدات ستلقى آذانا صاغية تستجيب لحماية الممتلكات المقدسية؟ على كل الأحوال الكنائس الوطنية لها أذرع في الفاتيكان ولها أذرع أيضا في الكنيسة الروسية الشرقية الأرثوذكس، وهم والقائمين عليها مخلصون ووطنيون ويعني يحافظون على العهدة العمرية التي صيغت بين المسلمين والمسيحيين في أحسن صورة دبلوماسية في تاريخ البشرية. نعم. وبالتالي نحن واثقون أن بوسعهم الحفاظ على عقاراتهم، لكن تمكنت اليونان من وضع جاسوس صهيوني على رأس الكنيسة الأرثوذكسية، هذا ثيودوروس يعني المجرم
الإرهابي الصهيوني قام بتسريب آلاف الدنومات وعشرات العقارات من الوقف الكنسي للصهاينة، وهي لا تسرب أصلا وهي وقف كنسي، لكن هذا الذي حصل وهذا الجاسوس الكبير تنبذه الكنيسة العربية الوطنية بقيادات عربية وطنية، وأفضل من يتحدث في هذا الأمر هو الأب مانويل مسلم. نعم. لديه جميع الملف ولديه معرفة دقيقة جدا ببواطن الأمور. نعود للخان الأحمر سيد جمال، كيف تصفون هذا الصمود، صمود الأهالي وعدم ثقتهم حتى في قرار التجميد وبقائهم معتصمين؟ هذا يدل على ذكاء الشعب وعلى قدراته وتفكيره الذي يفوق القيادة بكثير ويفوق فريق أوسلو بأضعاف مضاعفة، وهذا يدل على حافزية واستعداد الشعب الذي منذ 100 عام يقف على ثغور الأمة العربية حتى تستفيق، وعلى ثغور الكرامة العربية التي انتهكت. وبالتالي نعم نحن نقدر هذا الشعب العظيم في كل وقفة في كل متر مربع وفي كل ليلة وساعة يسهر فيها على حراسة بوابة القدس الأخيرة، آخر بوابة للقدس سيدتي، تماما قسما بالله آخر بوابة للقدس التي هي طريق الحجيج إلى مكة المكرمة عبر عمان إلى المدينة المنورة. إذا نحن أمام نكون أو لا نكون، يعني هم سيغلقون العاصمة تماما الصهاينة، لكن الواقفون في الخان الأحمر هم على الخط الأحمر. أشكرك جزيل الشكر الخبير في شؤون القدس جمال عمرو، كنت معنا عبر الهاتف من القدس المحتلة.